جديدة هنا على هوم سينما. النهاردة هنراجع فيلم اسمه 365 Days. ده فيلم اكتر مشاهدة في نتفليكس هنا في مصر، وطبعا كلكم عارفين ليه. في سلسلة هعملها اسمها لوحدك في البيت، وهي هتبقى عن عبارة عن موفيز، هي تعتبر زي ما تقول كده بلس 18 على حسب، مش طبعا مش كل الافلام يعني هجيبها هتكلم عليها، في افلام معينة ممكن تبقى كويسة بس هي بلس 18، فهتكلم عليها في كاتيجوري لوحده معين. بس الفيلم ده هيبقى، ده اول فيلم هيبقى لوحدك في البيت، وفي نفس الوقت هيبقى موفي ريفيو عادي جدا. فيلم من بطولة ميكال موران وانا ماريا، من كتابة واخراج باربرا بيولس، دي كانت نفس المخرجة اللي كانت عملت فيلم اسمه بيج لاف. بتدور احداث الفيلم ان ماسيمو عضو من اعضاء المافيا الايطالية بيتعرف على بنت اسمها لورا، وهي اللي تعتبر مديرة في شركة. ماسيمو اقتنع ان هو يخطفها لمدة 365 يوم عشان هي تقدر تقع في غرامة. فيلم 365 Days ده يعتبر فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية، هو كان فيه كلام كتير انجليش بس هو في الاساس فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية، هو فيلم ناطق باللغة الايطالية والبولندية. وزي ما قلت هو اخر الاعمال اللي اتصدرت في منصة نتفليكس سنة 2020 كأكتر فيلم تم مشاهدته في مصر لحد دلوقتي، وبعديه على طول فيلم اكستراكشن، بس ده توب نمبر 1 موجود على نتفليكس دلوقتي، وبعديه على طول اكستراكشن. مش بتكلم حوالين العالم، انا بتكلم في مصر. فيلم حرفيا تقليد اعمى ل 50 شيدز اوف جراي، اللي محدش يعرف سلسله بتاعه 50 شيدز اوف جراي، ده برضه هيكون واحد من الافلام اللي هعمل لها ريفيو فيه لوحدك في البيت. حرفيا الفيلم حب يعمل نفس الفكره بالظبط، ويحط بقى التاتشات، يعني التاتشات اللي هيحطها في الفيلم ده اللي هيعلي مثلا من الفيلم، او اللي هيعلي مثلا على 50 شيدز اوف جراي. اصلا 50 شيدز اوف جراي ما كانش فيلم حلو اساسا، فككم من السينز اللي فيه، بس هو اصلا ما كانش فيلم حلو نهائي. حب ان هو يعلي عليه مثلا، او ان هو يجيب حتى نفس المشاهد ويعمل عليها، ويجيب حتى نفس بنت يعني اللي كانت اسمها لورا في الفيلم، جاب واحده شبه، قال يعني شبه داكوتا جونسون، قال يعني مثلا البنت هتبقى شبه داكوتا جونسون وهتعمل اللي هي بتعمله مثلا. مفيش اي مقارنه ما بين دي وداكوتا جونسون، ومفيش مقارنه ما بين الفيلم ده اصلا والفيلم ده. You saved me. I didn't need 365 days. Because I love you. عارفين اللي هو زي ما بيقول، اللي هو حب يحط التاتش بتاعه، يعني بدل ما هو هيعلي على الفيلم ده سخفه اكتر كمان. غير اصلا ان 50 شيدز اوف جراي كان فيلم رايح في داهيه كتمثيل وكسيناريو وكاخراج وكفيلم كبلوت نفسه اصلا يعني. بس خلينا متفقين ان الفيلم اتشاف من ناس كثيره جدا حوالين العالم، وزي ما قلت المره الثالثه انه اعلى نسبه مشاهده في نتفليكس في مصر. ليه؟ لان الفيلم لعب على حاجات كتيرة جدا، ومن خلالها التريلر بتاعه لما كان نزل عمل نفس التاتشات بالظبط تقريبا بتاعت 50 شيدز اوف جراي بالظبط، لما نزل سواء 50 شيدز اوف جراي ولا داركر او فريد ما فرقتش، هما التلاتة شبه بعض. لما جه عمل التريلر عمل نفس التريلر ل 50 شيدز، ان هو جاب سينز وحطها في التريلر، فهو لعب على العامل ده. فطبعا لما نزل الفيلم على نتفليكس طبعا ناس كتيره جدا شافته، لو كان نزل برضه في السينما ناس كتيره جدا برضه كانت هتخشه، على الرغم ان هو فيلم اصلا سيء جدا. طبعا البوستر بتاعه جذب ناس كتيره جدا، واول ما شافوا البوستر طبعا وشافوا التريلر فطبعا انجذبوا للفيلم، وقالوا احنا قاعدين، يلا قاعدين في حجر صحي، ف واي نوت نتفرج على الفيلم، ايه المشكله يعني، يلا نتفرج، فرقتش حاجه، خلينا قاعدين، هو في فيلم اصلا نتفرج عليه، يلا هات يا ابني، هات نتفرج، هات كرباج يا ابني. اختيار برضو الممثلين نفسهم في فيلم زي ده كان وحش جدا، حسيت ان هم مش لاقين، يعني لما جم يعملوا كاستنج للفيلم حسيتهم ان هم مش لاقين اي حد ان هم يعمل لهم كاستنج، فنزلوا الشارع جابوا اي اتنين في الشارع، يلا انت هتعمل فيلم وانت هتعملي فيلم وهاتهم وخلاص على كده. يعني التمثيل حرفيا صفر، تحت الصفر يعني، حتى اختيارهم للادوار يعني ايه ده، يعني يخرب بيت تقل الدم ويخرب بيت التمثيل الاوفر بكل طريقه. لان اصلا جيمي دورنان اصلا اللي هو جراي اللي كان موجود في 50 شيدز اوف جراي اصلا تمثيله كان اوفر فشخ، وانا شايف ان داكوتا جونسون كانت اشطر منه حتى في الدور. انا بصراحه انا من وجهه نظري شايف الاثنين دول بالذات بتوع فيلم 365 دايز، انا شايف ان هم ما لهمش مستقبل او اداء، يعني اداء كاحسن اداء في فيلم محترم تاني ما اعتقدش، لان تمثيلهم كان وحش جدا. يعني داكوتا جونسون ابتدت دلوقتي تعمل افلام تانية، عملت افلام كتيرة جدا بعد 50 شيدز، بس اللي شهرها هو 50 شيدز، كانت عملت كذا دور قبليه بس طبعا ما كانتش مشهورة، بس اتشهرت بعد كده.
على عكس برضو جيمي دورنان ما اتشهرش قوي بعد عمل روبن هود، عمل حاجات اي كلام، انما الاثنين دول في الفيلم بتاعنا النهارده بتاع 365 دايز انا شايف ان هم ما لهمش علاقه بالتمثيل اصلا خالص نهائي. يعني انا شايف ان نوعيه الادوار دي بتقلل من الممثل مش بتزوده. ان 50 شيدز اصلا لما جه اتعمل الفيلم بتاعه اتباع على اساس ان هو كان ليه كتاب او اللي كان ليه ثلاث كتب، فعمل قاعده جماهيريه كبيره جدا، عشان كده ناس كتيره جدا اتفرجت على الفيلم والفيلم جاب ملايين. انما الفيلم بتاعنا بتاع النهارده ملوش اي حاجه وملوش اي حد، محدش شاف غير التريلر غير كام مليون وخلاص على كده. يعني ما كانش مستحيل كان برضه كان هيجيب الضجه بتاعت 50 شيدز، حتى لو كان نزل سينما وكان نجح مستحيل كان هيجيب كل الايرادات اللي جابها 50 شيدز. والبت بقى طبعا بتبالغ بطريقه يعني اللي هو بتبالغ اكتر من كريستين ستيوارت في فيلم تويلايت. يعني انتوا متخيلين يعني الموضوع كان كرينجي لدرجه يعني فوق الوصف، زي ما انت يعني ممكن تتخيلوا انت تتفرج على الثلاثيه بتاعت ولا كان كام جزء الهباب اللي اسمه تويلايت ده، تتفرجوا على الاداء الفيك بتاع كريستين ستيوارت، حطوا بقى كريستين ستيوارت على الاداء بتاعنا في الفيلم ده، يعني صباح الكرينج ده. لو انت تبقى قاعد ارحمي ام العيانه. قيم الفيلم 365 دايز هو 1/10، 1/10، 1/10. بس ما عنديش اي حاجه اقولها على الفيلم ده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للشانل الثانيه اللي هي هوم الون، دي الشانل بتاعتي الجديده بس لسه ما نزلتش عليها حاجه، بس ان شاء الله باذن الله قريب هنزل عليها فيديوز. دي شانل بتاعت جيمنج، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ما تنسوش تعملوا لي عليها سبسكرايب عشان هيبقى في فيديوهات برضو هناك. وباي باي.